برعاية مؤسسة الملوان الوقفية. لبيك غفار الذنوب لبيك. تقارب الأزمان أيضا، استغلال الأوقات أيضا. الآن يعني اليوم التروية وما فيه أيضا من فضاء الأعمال، لو تحدثنا دكتور محمد عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما تقارب الزمان وتسارع الأيام فهذا مشاهد، وخاصة في هذا الزمان، ولهذا الإنسان ينظر إلى ما مضى من عمره كأنه حلم يمر سريعا. فلذلك يعني الرجل الفطين والمرأة الفطينة تحاول تستدرك أيامها ولياليها. ومما يعني يشد الهمة على قضية العمل والاستغلال بها أن الإنسان يعني يفكر أن هذا الموسم هو آخر موسم، فيجعله يهتم ويحرص ويقوم بواجبه، لأن الإنسان إذا تصور أن هناك موسم آخر تضاعف عن هذا الشيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا لكم في هذه المواسم وينفع بها. في تغريدة قرأتها البارح يقول تخيل أن يعني لا قدر الله أنه مثلا كتبت لا عليك الوفاة مثلا خلال